منتجي الجزائر مع طبعا الشركة الصيني سينوفاك بقدرات جزائرية يعني مئة وكفاءات جزائرية كما لاحظتم، وهو يعني بروسيس جد معقد جاهز يتطلب تحكم تقني وتحكم تكنولوجي جد عالي، والمخاطر اللي تحصلت على هذا لافاليداسيون هذه يعني قليله وقليله جدا. وهذا يعني يعتبر هذا الفلاتو هذا فيه 10 جرعات من فاكسون من اللقاح، يعني وان شاء الله ننطلقوا في استعمال هذه الجرعات ايام المقبله ان شاء الله. يعني تهانينا لكل فريق لوزاره الصناعه الصيدلانيه وللصيدال بكل مركباتها، ان شاء الله ان شاء الله ننطلقوا في المجالات الاخرى، احنا رانا معاهم كل وزارة راهم حاضرين، وزارة الاختصاص كما قلت السيد وزير التعليم العالي والبحث العالي راهو هنا، البحث العلمي راهو هنا، يعني باش تكون هناك تكامل ما بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج، يعني حتى تكلفة الإنتاج أعيد فيها النظر إلى الانخفاض مقارنة بما كانت عليه في السابق، يعني شيء عظيم. يعني رانا كما نقولوا حققنا قفزه نوعيه جدا جدا على مستوى الكلفه، على مستوى التحكم التكنولوجي والتقني، على مستوى الانتاج، يعني كل والله كلها انجازات ما شاء الله، وهذه انجازات الجزائر الجميله. شاركتم معنا اليوم شرف وفخر انتاج اول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما بالنظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. فيظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر عن توظيف لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيف يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي، حققه إطارات جزائريون وجزائريات، ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم على رأسهم طبعا تحت إشراف السيد وزير الصناعة الصيدلية وتحت قيادة السيدة المديرة العامة لمجمع صيدال، وبمشاركة كل إطارات الشباب الذين شاهدتموهم معنا هم الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد، وهذا طبعا تطلب تضحيات كبرى من طرف كل إطارات ومن كل طرف كل الكوادر البشرية الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحوي هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هكذا إنجاز. فمبارك للجزائر هذا الإنجاز الجديد، وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى. وأستغل الفرصة كذلك لوجودي في قسنطينة اليوم لأن أعرج على الإنجاز الآخر الذي حققته مدينة قسنطينة اليوم كما لاحظتم معنا، وهو شق الترام الجديد
فأبارك لحاضرة الحواضر هذا الإنجاز الجديد العظيم الذي سوف يساهم طبعا في التخفيف من الزحم المروري، وسوف يساهم كذلك في تخفيف من الضغط على الساكنة، وأرجو المحافظة على هذا الإنجاز، محافظة على هذا الإنجاز خاصة من الفيضانات التي تشهدها الولاية من فترة أخرى، وإنجاز طبعا بعض الهياكل الأخرى المدمجة كاللاترموداليتي، يعني أدعو السكان إلى استعمال هذا المرفق بطريقة عقلانية، ويعني تجنب استعمال السيارات، فهناك بعض المرافق سوف تنجز من أجل السماح للسائقين أن يتركوا سياراتهم ويستعملوا هذا الوسيلة الجديدة. فمبارك لقسنطينة هذين الإنجازين العظيمين، وهي مدينة العلم والعلماء، وسوف تمضي إن شاء الله في إنجازات أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.